سن الحضانة، مبدأ اعتماد مصلحة الطفل الفضلة هو من المبادئ الأساسية المكرسة بالاتفاقات الدولية مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء واتفاقية حقوق الطفل. أوجبت هالاتفاقيات على الدول الأطراف احترام هالمبدأ عند وضع التشريعات وتنفيذها حماية لحقوق الأطفال، إلا أنه قوانين الأحوال الشخصية بلبنان اعتمدت على المعيار العمري أكثر من معيار مصلحة الطفل وحمايته بما يخص حضانة الأطفال. تنتهي إذن حضانة الأم لأطفالها بحسب إتمام سن معين بتحدد كل طائفة. طائفة الأرمن الأرثوذكس، الطائفة الشرقية الأشورية الأرثوذكسية، الطوائف الكاثوليكية، طائفة الأقباط الأرثوذكس، الطائفة الإنجيلية، وطائفة الروم الأرثوذكس، وطائفة السريان الأرثوذكس، طائفة المسلمين السنة، طائفة المسلمين الشيعة وطائفة العلويين، طائفة الموحدين الدروز، هيدا إذا كانت الأم ما تزوجت بعد الطلاق أو بعد وفاة زوجها. فإذا تزوجت بتسقط عنا الحضانة عند كافة الطوائف، وبتشترط الطوائف المسيحية كمان للحضانة إنه تكون حسنة الأخلاق. وإذا كانت الأم من غير دين البي فما بتعطى الحضانة عند الطائفة الشرقية الأشورية الأرثوذكسية وطائفة السريان الأرثوذكس وبالمحكمة الشيعية، وبتفقد الأطفال عند إتمام 5 سنين بالمحكمة السنية. وبتسقط عنا الحضانة إذا بدل الدين عند الطوائف الكاثوليكية. أما عند الطائفة الأرثوذكسية فالقانون بيساوي بين النساء والرجال، وبتسقط الحضانة عند أي منهم إذا غير دينه أو غير الدين. إمكانيات التعديل لهالقوانين عالية. إسلامياً ما في نص قرآني حول المسألة، وفي أمثلة كتيرة لبلدان رفعت سن الحضانة بقوانين الأحوال الشخصية الإسلامية. مسيحياً الواقع ما بيتناسب مع النصوص، ففي ضرورة لتعديل النصوص. بالحالتين لازم اعتماد مصلحة الطفل الفضلة كمعيار للحكم. عدم التمييز بين المرأة والرجل بحال تزوج الحاضن أو الحاضنة، عدم التمييز بموضوع الحضانة استناداً لاختلاف الدين.